أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل اهبطوا منها جميعا. قل اهبطوا منها جميعا. فإما يأتينكم مني هدى. فإما يأتينكم مني هدى. فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين
الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون صدق الله العظيم. Ayat yang ke-9 daripada surah Al-Baqarah, Allah berfirman, يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Allah berfirman, mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sedar. Ayat ini masih cerita tentang orang munafik. Ayat yang ke-8 kita baca itu antara manusia ini ada orang yang munafik, mengatakan dia beriman tapi mereka sebenarnya tidak beriman. Antara sebab mereka lakukan begitu kerana banyak sebabnya. Mereka sangka dengan sebab mereka buat begitu mereka boleh tipu Allah dan juga orang-orang yang beriman. Allah sebut mereka sebenarnya tidak menipu melainkan diri mereka sendiri dalam keadaan mereka tidak sedar. Itulah antara sifat-sifat orang yang munafik ataupun orang yang menzahirkan iman tetapi dalam hatinya menyembunyikan kekufuran pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita daripada golongan-golongan yang seperti itu. Allah Ta'ala alam. Qul qawli hadha wa astaghfirullah wa atubu ilayh. Assalamualaikum.